في فيديو النهاردة هنتكلم عن اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، وهنكشف ليكم تفاصيل مكالمته بوالدته بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. كشفت لينا مصادر مقربة من أسرة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي عن تفاصيل مكالمته بوالدته النهاردة بعد ما عرفت والدته انه مصاب بفيروس كورونا المستجد. وكشفت المصادر المقربة من أسرة اللاعب انه اتصل بوالدته بعد ما عرف انها قلقانة جدا عليه وطمنها عليه وهداها وقال لها ان صحته كويسة جدا، لكن والدته طلبت منه انها تقابله عشان تطمن عليه بنفسها لانها كانت قلقانة جدا عليه. عشان كده كلمها محمد صلاح مكالمة فيديو واكد ليها انه كويس. كمان اكدت المصادر لينا ان محمد صلاح قال لوالدته في المكالمة انه بيفكر يسافر انجلترا، لكن والدته حاولت تقنعه انه يفضل في مصر على الاقل لحد ما يتعافى من كورونا وانه يفضل في العزل الصحي في الفندق. وكان اكد لينا وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية الدكتور عبد الناصر حميدة ان حاليا بيتم فحص كل المخالطين باللاعب محمد صلاح، وكمان بيتم فحص كل اسرته للتأكد من اصابتهم بكورونا من عدمه، وده من خلال فريق الترصد اللي وصل قرية تجريج مسقط رأس اللاعب، وانه هيتم عزل اي حد بتظهر عليه اعراض، اما اللي مش ظاهر عليهم اي اعراض هيتم وضعهم تحت الملاحظة المستمرة. وفي نهاية الفيديو طبعا كلنا بنتمنى ان اللاعب محمد صلاح يقوم بالسلامة وانه يتعافى بسرعة من فيروس كورونا ويرجع للملاعب في اقرب وقت ممكن. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه اسرارنا ما خلصتش. استنونا فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.